اول شيء انا عندي بيت السبع ادوار ما بي سقف. نعم. بلوك مسويته بس ما عندي سقف. نعم. وهاي حالتي هو هنا وراتب الرعايه هو انقطع. لا يعني. راجعت علي ولا ما راجعت. ايش قد الاطفال اللي عندك اختي العزيزه؟ خمس اطفال. زين. هنا بالنسبه لك يعني غايتك الدمج تردين تدمجين الراتب مال المرحوم اي يصير ويا راتبك الموظفه لانه دمج لان شيء قليل هذا تدي تدمجين على رويتك حتى تعينين اطفالك 113 ها غايتك الدمج ايجار وسحب علي تعب خوش حكي يعني وهذا بيت ايجار لو الك لا ايجار هذا بيت ايجار المسؤولين هذا بيت ايجار وبالحواسم ما هو سعر الايجار 100 وسحب 30 103 خوش حكي تفضل هنا خلينا نصور الغرف زين هاي الثلاجة مالتك اعطتنا اياها العالم هدية ناس ادتها لك زين هاي هدية من الناس اهل الخير ماشي